خلينا نحكي شوي على العبيد اللي نجحت في الحياة المهنية بإمكانيات ذاتية. والله ليش معناها حياة معناها عادية جدا جدا، معناها بالنسبة اللي ما يخدمش وما يخدمش واموره صافا با، معناها لو يعيش تعب فهمتني، فماش امكانيات وصرتو تو صعبت الدنيا وصعب كل شيء غلي وكل شيء، معناها امكانيات على الاخر على الاخر على الاخر، معناها واحد يعيش صافا با. انت مسيو تخدم اعمال حرة هكا ولا؟ نعيش وحدي معناها بنصور ونجم نعيش بيه وكا، نصور 100 نعيش بيها، نصور 10 نعيش بيها، كما نصور ونعيش بيها وكا. قديش عندك تخدم هكا؟ والله حياتي كامله من عمري 25 سنه نعيش هكا. ما شاء الله. شنو هو الاعمال الحره اللي تخدم فيها؟ تجاره معناها بيع ونشري. تجاره صغرى ولا تجاره كبرى؟ صغرى. علاش ما حاولتش تطور وتكبر في المشروع؟ امكانياتي محدوده، معناها نعيش فيها امكانيات محدوده، معناها مش معناها اللي عندي امكانيات كبيره باش نعمل حاجه اكبر ولا اكثر، نمشي واحده واحده قد جرمي وقد. مو احنا نبداو من الصفر واحنا قاعدين نتطوروا بشوي بشوي. نعيش معناها لجور وكاو. كل يوم ويوم وكاو. خدمت كليت ما خدمتش ما ناكلش. قطاع التجارة يعني تبدل من قبل التوا؟ تبدل برشا، لكن قبل تصلي على النبي خيرات، تصور كيزا تنجم تصور فهمتني بالباهي توا، بس كلها ظروفها سافا با، معناها كي ما يشريلكش معناها ثم قبل نورمال عنده عادي يشريلك وعادي توا ما نجمش، باش يشري بيه حاجة أخرى يعني بيه ما ياكل بيه. يشري ويبيع، قبل كان ينجم يشري ويبيع ويربح. اي كان قبل اللي صاير ينجم يشري ينجم يعمل كذا نورمال، اما تو فهمتي اللي باش يقول نصرف على حكايه زيد ناكل بيه. عندهم صغار وعندهم مكتب وعندهم فهمتي برشا ظروف سبب. اكزومبل قبل كنتوا تنجموا تبداوا من الصفر في قطاع التجاره في الدومين هذا. مش بدا واحد من الصفر يبدا، مش يبدا من الصفر يبدا معناها يبدا ويبدا برا. راس مال صغير. مال صغير فهمتني. نسميوها احنا يبدا من الصفر. اي بالنسبه لي انا. قلت كي نخدم مظروف معناها محدوده. نخدم ونصور ونعيش بيه وكاو. مش معناها كي عامل بروجي كبير باش نصور منه برشا فلوس ولا كذا، عامل حاجه شوي شوي. كاو. اليوم فما صعوبه انه انسان يبدا في دومين التجاره من الصفر. اليوم صعيب برشا. لازم راس مال محترم يعني. راس مال كبير، وجم موقع كبير، وموقع باهي، موقع وين ينجم يصرف الحاجات نتاعو فهمتني، مش راهو نجي تو تاخذ سلعه ومش حطها ومش يخدم بها، لازم تو البقعه اللي تخدم بها، البقعه المطلوبه فيها الحاجه هذيك. فما تجاره الكترونيه مسيو عندك فكره عليها ولا؟ زمان الكترونيك زمان تو كان تو سبب الحكايه فيها. بالعكس مسيو تو في الوقت هذا في العصر هذا فما التجاره الالكترونيه انهم يبيعوا عن طريق الانترنت. الانترنت يبارك شنو هو رايك انت في الحكايه هذه؟ والله باهي مش خايبه، تساعد وتساعد شوي شوي العباد. تساعد شوي شوي العباد معناها حسب باش يبيعك على الانترنت. ثم شوي فاسيليتي ثم شوي حكايه نجم واحد. التجاره الالكترونيه مسيو ولات درجه اكثر بريود يعني نقولوا اون 2020. نجم من دومين لا وقت جائحه كورونا يعني الناس الكل شدت الدار، وقتها ولات العباد ما عادش عندها حتى حل غير انها تبيع سلعتها عن طريق الانترنت. ايه نجم من قبل حتى من قبل 2020 حتى من قبل الايام، لكن تشهرت اكثر وانتشرت اكثر. ايه انتشرت تو بين تو شوي شوي فهمتي، خير من قبل تو خير من قبل، بيعنا عباد فهمتي ولاباس وان شاء الله لاباس هكا. اي واحد ينجم يدخل القطاع هذا والا لا؟ لا مش اي واحد. شنو الشروط اللي تخلي العبد يدخل الدومين هذا؟ عنده خبره وفلوس وعنده معناها فكره كبيره، مش سهل باش يجي واحد يحط ياخذ فلوس يحط فلوسه من يجي ونجم يصرفها، لا لازم عنده فلوس ومومطون عنده خبره. ما عندوش خبره وما عندوش فلوس بالباهي كيف يعرف؟ خبره معناها يعرف كيفاش يبيع، يعرف قداش يربح، يعرف قداش لما يعرف واش يشري واش يبيع، فهمتي؟ يعرف واش يشري واش يبيع معناها مش يعرف العباد زاد اللي يشري من عندهم، يعرف لازم يعرف منين يشري، يعرف منين يشري وكيفاش يسوق كيفاش يبيع، فهمتني؟ لازم يعرف من يشري البلايص اللي يعرف من يصور منها فلوس، ولازم يبيع وكيفاش يعرف شكون يبيع. باش تنصح العبيد المقبله على معناها التجاره؟ نصح التجاره معناها يثبت روحه كهو، لازم يثبت روحه ويعرف يحط ساقيه ويعرف باش يعرف باش يتصرف، سينو يضيع.
ثم برشا ناس مني ساكن كلت كبوت في الحكايه هذه وفلست وتعبت. فيعني لازم واحد يرد باله يعرف واش يشري ويعرف واش يبيع ويعرف واش يتصرف. طريقة البيع كيفاش تصير؟ باش ياخذ حاجة فهمتني برزوم تلفزة فهمتني؟ لازمك تعرف من تاخذها وتعرف شكون باش تبيعها وكيفاش باش تبيعها. فهمتني؟ لازم تعرف روحك كيفاش باش تصرف فيها القطعة هذيك ويعرف باش تزنقل باش تنجم تصور حويجة وتبيعها ومن طون تبيعها. بارلي فهمتني لغة وسيلة الإقناع تقنع كيفاش تعرف تقنع الحريف وكيفاش نجم تبيعها له وكيفاش نجم فهمتني وانت كيفاش تعرف من شريتها تعرف كيفاش تشري كيفاش تعرف تبيعها كاهو. ومو بون مش وسمعني راهو ما نجمش واحد باش يعطيك صور حويجه كيما جات وكاهو. يقولوا اللي التجاره فيها الربح والخساره، يعني كيما تنجم تربح بالكدا كيما تنجم تبيع بالخساره، اعطيك تبيع سلعتك وترجع راس مالك. اعطيك وقت للضروره. إذا كان صاي مع الشفاه مع شا باش يتعب وباش يتقلق، واللي يبيع كيما جات حتى باش يرجع فلوسه. كاهو. أنت عندك حانوت وإلا لا؟ لا. لا. أنا نخدم تجارة معناها كيما تاع واحد نعمل بيب. نعمل بيب على حاجات أخرى فهمتني؟ باش ما تكلفش لا راس مال ولا واحد. نخدم بجهدي وكاهو. حاجة أخرى مسيو نسمعوها زيد على دومين التجارة، يقولوا مثلا إنسان بدا بمشروع صغير وحل حانوت ينجم يقعد يخلص في الكريم من جيبه لمدة عامين أو ثلاثة سنين يعني. البداية صعيبة. البداية صعيبة. أصعب شيء أما فما عباد تصبر فما عباد لا. أصعب شيء بدينه. أصعب شيء بدينه. تعرف كيفاش تبدا فهمتني وتصبر شوي صبر فهمتني باش تنجم باش لازم تقاوم، ولازم عندك تكون عندك راس مال باش لازم تقاوم. لازم عندك فلوس فهمتني؟ باش لازم تقاوم كل الصبر باش تصبر. فهمتني؟ وتعطي شويه صبر ومن بعد يحاول يخدم ولا باس. خاطر شفنا قداش من شخص معناها حل مشروع هكا نتاع تجاره بيع وشراء، اي سا ديبون معناها كان برودوي باش يبيع. ميم با ست شهور خمسة شهور ما مشاش معاه يسكر. يسكر يسكر يقصي الماء يسكر. مشي الوش انا قلت لك الموقع لازمك باش تحل الموقع بتجاره دراسه قبل ما تعرف الموقع تاخذ موقع به وتنجم تعرف البقعه هذيك السلعه هذيك تمشي بها فهمت لازم البقعه باش تختارها باش تصرف فيها السلعه هذيك لازم تعرفها اسك البقعه هذه تنجح فيها ولا لا فهمتني هذا تجي تحط ونجي تجي فهمتني لازم يتقلق لازم يتعب على كل يعطيك الصحه مسيو نخلي لك الكلمه الاخرى شنو تحب تقول ننصح رد بالكم على الواحد والواحد يرد بال على روحه ويسيس روحه ويكتب له ياكله.